نحن بحاجة لثمان كبايات مي، كوب ونص عدس أحمر صغير، نص كوب رز، نص كوب بصل مفروم ناعم، ثلاث قراص ثوم مفرومين، ملعقة صغيرة ونص بقدونس طازة، ملعقة صغيرة ونص كمون، وملعقة صغيرة ونص كركم. منحط 8 أكواب مي في طنجرة، منضيف العدس على المي بعد ما نكون غسلناه وصفيناه، والرز، الكمون والكركم، البصل والثوم المفروم. نخلطهم خلطة خفيف لينمزجوا ببعض. لكن من بعد ما نحط كل المكونات بدنا ننطر لتغلي المي. من بعد ما تغلي بنحطها على نار خفيفة لمدة 35 دقيقة. خلصت شوربتنا وحطيناها بصحن، بدنا نزينها ننكهها بشوية بقدونس على الوجه. وحامض، شرائح حامض للي بيحب، رح حطهم على جنب، بيكون طبقنا صار حاضر. صحتين. خلال رمضان من عاداتنا انه نشرب شوربة. سبب شرب الشوربة هو انه بتطر المعدة وبتسهل التهضيم، يعني اذا قعدنا على وجبة الفطور ودغري بلشنا بالوقعات الرئيسية ممكن نحس بمغص او بوجع بطن. فنصيحتي لألكن عطول خدوا كاسة شوربة، مش ضروري تكون هالقد كبيرة، بس كاسة صغيرة كرمال تقدروا تاكلوا غير شي بعدين. هلا الشوربة بتأمن السوائل، وهالشوربة بالذات يلي محضرينها اليوم فيها عدس، العدس كتير غني بالحديد، وقتالي منزد له الحامض كمان منشجع أو منحسن امتصاص الحديد بالجسم. صحتين.